تفعيل دور لجنة الانضباط في أمور كثيرة جدا، تفعيل دور لجنة القيم في أمور كثيرة جدا، وفي أمور كتير قوي 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 الفترة الجاية لازم يبقى الحساب فيها بالورقة والقلم. لكن في البداية وفي النهاية مهندس عبد القيعي ليس عنصر من عناصر اللعبة. الكلام ده على فكرة مش كلامي، الكلام ده كلام ناس مختصين في اللوائح داخل اتحاد الكرة المصري. الكلام ده كلام ناس مختصة في اللوائح داخل اتحاد الكرة المصري. وأشك، بل مش أشك، لا أنا متأكد 100% إن لجنة الحكام لما خدت هذا الأمر إنها تقدم مذكرة أكيد الطلب منها تقدم شيء معين، أكيد الطلب منها تقدم حاجة معينة، لأن مش مجلس الإدارة اللي هيتخذ القرار، لجنة الحكام اللي هتتخذ القرار. ولجنة الحكام في تشكيلها الجديد ما تعرفش هي لجنة حكام مؤقتة ولا لجنة حكام مكتملة ولا هي لجنة حكام بتدير الموضوع إزاي. ما كفاية الأخطاء اللي موجودة حتى في مسألة تقنية الفار والحكام الدوليين. يا راجل يا طيب، ده أنت ما عندكش حكم واعد تحت 30 سنة، روح شوف مشاكلك الداخلية عندك في التحكيم وبعد كده بص على اللي بيتقال في الإعلام. أنت ما عندكش حكم واعد تحت 30 سنة. لما الاتحاد الإفريقي يختار صفوة الحكام الواعدين في الفترة الجاية وما يكونش فيها حكم مصري، تقفل على نفسك المكتب وتقعد تبص في ورقك وتذاكر وتشتغل وتشوف مشاكلك فين. لما تجيب حكم لمباراة القمة تجيب حكم محترف، حكم نخبة، حكم من حكام الصفوة، مش تجيب حكم لا موجود في كاس عالم 2010 ولا 14 ولا 18. اختاروا اختيارات صحيحة ما تكونش فيها أي شبهة أو أي فيها تفاصيل، عشان في النهاية الحكم ده لما يغلط انت تبقى عملت الهوم ورك بتاعك، محدش يقدر يلومك. لكن ما تبقاش عامل انت الواجب بتاعك صح وتيجي تلوم على الاعلام لما بيقيم شغلك، تقول له لا انت ازاي تتكلم على شغلي، انت مش شغال صح. فما تلومش الاعلام اللي دوره انه يقيم شغلك انه ما يتكلمش، خاصه لما بيتكلم بيتكلم بادب وبيتكلم باحترام، بيتكلم بقوانين لعبه، بيتكلم باخطاء تحكيميه واضحه في الملعب قدام الكل، مش بيتكلم كلام عام وانت حكم كذا وانت حكم كذا وانت يا رئيس اللجنه فاكر الاعلان كذا ولا عملت كذا ولا في مكالمه كذا. ما الحاجات دي موجوده. وبالمناسبه اللي اتقال على الكابتن وجاه احمد من سنتين لا يسقط بالتقادم. لائحه الانضباط قالت لو في حد اتهم عنصر من عناصر التحكيم بالفساد في اللحظه دي لو بعد سنتين ممكن تتحرك شكوى، لان شكوى الفساد هنا لا تسقط بالتقادم. ده مش كلامي، ده كلام لائحه الانضباط اللي انت على اساسها عايز تحاسب عنصر إعلامي أو مقدم برامج كبير وذو صفة وشخصية قديرة في أمر ليس من اختصاصك اللي أنت تتكلم معاه أساسا. فبالتالي أنتوا عندكم مشاكل كتير حلوها، لأن مبنى الجبلية مليان مشاكل كثيرة جداً.